أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد اجتاحت الصور في هذا الزمن حياة المسلمين، ورغم حرصنا على الابتعاد عنها، ولكن في أمور كثيرة ما استطعنا الفرار منها، مثل لعب الأطفال وكتبهم وأدواتهم المدرسية ومستلزماتهم، فكل هذا أصبح شاقا علي في توقيها أو طمسها، فما حكم هذا؟ وهل هذا فيه حرج شديد؟ صور لعب الأطفال ما تجوز، الأطفال لهم لعب غير الصور، يشترى لهم ألعاب غير الصور، فلا يربون على الصور. أما الصور التي في الكتب الدراسية أو في الصحف أو في المجلات وهي غير مقصودة، وإنما المقصود تعلم ما في الكتاب أو القراءة الجريدة، والصور غير مقصودة ولا محتفظ بها، فهذا أمره أخف إن حصلت السلامة منه، فلا شك إن هذا أحسن وأبعد عن الشر. وإذا لم تحصل السلامة فإنه يأخذ الفائدة والعلم ويترك الصور ولا يحتفل بها. وإن طمسها برأس القلم، هذا لا شك أنه أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، اطمسها برأس القلم ويستريح من شرها. نعم.